افتح. تعالي يا حبيبتي. صباح الخير يا نور. صباح الخير يا محسن. دي بقى غاليه بنت الحاج عواطي الله يرحمها. تدي له شنطتك عشان يفتشها وياخد البوك فيها ويحطه في الامانات. عديت يا منتك؟ يا حبيبتي عداه. عديت امانتك؟ يعني فلوسك؟ يعني فلوسك؟ عديتها. كام؟ في 20 جنيه. معاكي فلوس تانية؟ لا. اللي هنا ممنوع ان احنا نحط في جيبنا مليم واحد واحنا في الشغل. ده بقى الدفتر ده بنمضي فيه عشان يعرفوا احنا جينا الساعة كام بالظبط. امضي يعني؟ امضي حبيبتي. يلا بقى يا غالية يا حبيبتي. تعالي عشان تغيري هدومك الاول. ثانية واحدة يا حاج حسين. خير؟ بطاقتك. انت غالية علي مصطفى؟ تعالي معايا على المأمور. ايه خير يا حسن؟ في ايه؟ لا مفيش حاجة، ده المأمور كان عايز يشوفها يسلم عليها. يجازيك يا حسن، كده برضو توقع قلبها من اول يوم. وانا اقدر برضو. طب ده منطقة سجون قطر بحالها، نوري. الله يخليك، ما تخافيش يا حبيبتي. لا بقول لك ايه، اجمادي امال اللي تشتغل الشغلانه ده لازم يكون قلبها جامد. امال هتعملي ايه جوه في العنابر؟ بلغ المأمور قول له غاليه بنت الحاج عواطم مستنياك. ما تخافيش. بقى معقوله برضو في سجانه صفيفه كده؟ يا اخويا بكره تقعد على الكرسي وتربرب زينا كده. اتفضلي. خش يا حلو. صباح الخير يا سعيد باشا. صباح النور. صباح الخير يا ايمن باشا. صباح الخير يا حسين. انت بقى غاليه بنت الحاج عاطف الله يرحمها؟ ايوه. بقى في حياتك؟ في حياتك الباقي. البقاء لله. ايمن باشا المعداوي رئيس المباحث. الحاج عاطف والدتك الله يرحمها كانت مثال للانضباط في العمل. ارجو انك تكوني زيها بالظبط. ايه؟ مش مبسوطه ليه؟ ابدا، بس بصراحه عمري ما تخيلت ان انا ممكن اشتغل سجانه. لا يا غاليه اوعي تقولي كده. اي واحده في سنك المفروض تكون بتحسدك على شغلك في الحكومه. يعني مرتب ثابت وتأمينات ومعاش وحوافز، ده غير السكن. وبعدين صدقيني يا بنتي، وظيفة السجانة زي أي وظيفة في الدولة. وبعدين أنت بشغلك معانا هنا بتساهمي في تقويم ناس انحرفوا عن مسارهم وبترجعيهم للمسار الصحيح، ودي مهمة مش سهلة. عندك مثلا نوال من عنبر جرايم النفس، قتل يعني. لا ما تترعبيش كده، أنت لسه هتشوفي حالات من دي كتير. على فكرة يا نوال تعتبر من أفضل السجينات عندنا من حيث سلوكها وأخلاقها، وده اللي يهمني. أول حاجة لازم تتعلميها هنا يا غالية إنك تعاملي السجينة على أساس سلوكها وأخلاقها جوه السجن، مش بناء على الجريمة اللي ارتكبتها قبل ما تدخل السجن. لا، إحنا مش دورنا هنا يا بنتي إننا نحاكم حد، لا إحنا بننفذ الحكم وبس. ست إحسان. أفندم. عايزك تاخدي غالية وتلففيها على كل عنابر السجن وتفهميها كل صغيرة وكبيرة. عايزة تبقى تحت عينيكي لمدة 6 شهور لغاية لما تثبت. مفهوم؟ تمام يا فندم. وانت بقى يا غالية تقدري تتفضلي عشان تستلمي شغلك يا حارسة غالية. بعد اذنكم. اتفضلي. تعالي. السلام عليكم. تعالي يا غالية. تعالي يا حبيبتي. بصي بقى، انت تخشي الاوضه دي تغيري هدومك، وبعدين بعد كده تيجي هنا عشان تحطي حاجتك في الدولاب ده. ما تشهلي بقى يا غاليه. اهدى، تعالي هنا وريني جمالك. في سجانه حلوه قوي كده. يلا بينا. تعالي. احنا كل يوم بقى بنيجي هنا الصبح نستلم مفاتيح العنابر ونسلمها على التمام اخر النهار. شكرا. يلا حبيبتي. ايه مالك؟ موهومة ليه؟ ده انت هتتبسطي معانا هنا قوي. دي اوضة الزيارة، بس الزيارة بقى بتبتدي من 9 ل 9:30 تقريبا. ودي اوضه الوارد،
السجينة أول ما بتيجي بتخش فيها عشان تستلم الشل بتاعها اللي هو هدوم السجن. وبتغير فين؟ بتغير بقى في أي أوضة موجودة هنا، وبتعتبر كمان أوضة الجلسات لأن السجينة بتستنى هنا الجلسة بتاعتها. تعالي. صباح الخير. صباح الخير يا حاج حسين. دي غالية بنت الحاج عواطف. حبيبتي الله يرحمها الحاج عواطف، كان خيرها علينا كلنا. شدي حيلك. شد عمرك. ممكن أفتشك؟ ماشي تمام. ممكن أفتشك بقى؟ طبعا. صباح الخير يا حاجة حسين. صباح الخير. أنا قفلت لك الدفاتر والأسماء. ها؟ تمام. ماشي. أكيد دي غالية بنت الحاجة عواطف الله يرحمها، صح؟ هي. إزاي؟ بقاء لله. ربنا يجعلها آخر الأحزان يا حبيبتي. أنا نصرية الأخصائية الاجتماعية اللي هنا. لو احتجتي أي خدمة أنا تحت أمرك، اعتبريني أختي. ولو عايزة تعرفي أي معلومة عن أي مسجونة أنا برضه تحت أمرك. كتر خيرك. نورتينا يا حبيبتي. حياتك يا غالية. حياتك الباقي. بقاء لله يا غالية. آخر الأحزان إن شاء الله. بقاء لله يا غالية. ده بقى المسرح اللي نحتفل فيه بعيد الأم وعيد الطفولة وأعيادنا وأعياد المسيحيين كمان. ولعلمك بقى بيجي لنا هنا ممثلين ياما. ده مرة جالنا هنا حسين فهمي. يا أختي قمر يا بنت قمر. النسوان بقت ملمومة عليه كده زي الدبان، بقينا عمالين نهشهم من عليه زي الفراخ بالظبط. ده بقى عنبر المخدرات وجرايم النفس. جرايم النفس؟ الأكل. ده بقى عنبر القتالين. مالك يا بنت؟ وانا بقول لك دي قطة العفاريت. لعلمك بقى القتالين دول أجدع من بتوع السرقة والأداب والمخدرات، بس حظهم وحش، بيقعوا في رجالة عايزين الأكل. ودول خارجين رايحين على فين؟ دول متصنعين مخزن. يعني إيه متصنعين؟ هبقول لك بعدين. تعالي تعالي يا حبيبتي، خلي بالك. تعالي مفيش كده، هما عفاريت. ده عنبر المخدرات. في هنا ولاد ناس بيجوا عشان مدمنين بيتعاطوا، وفي اللي بيخش في قرش حشيش، وفي اللي بيخش في طن حشيش. وبصي اهو ده جعفر، دي واخده مؤبد في قضيه جلب. وشايفه الوليه اللي نايمه هناك دي؟ اه دي بقى دريه المفتريه، اكبر تاجره كوكايين فيكي يا مصر. نفسي دراعي بقى. ده عنبر الايراد اللي انا قلت لك عليه. بعد السجينه ما بتستلم الشغل بتاعها بتيجي على هنا، بتقعد هنا 11 يوم لغاية الكشف الطبي والإجراءات ما تخلص. بعد كده كل واحدة بتروح على عنبرها على حسب تذكرتها مكتوب فيها إيه. خلي بالك العنبر ده بقى غير أي عنبر تاني، اللي موجودين فيه بيبقوا مش مصدقين نفسهم، وبيبقوا يعيني روحهم في مناخيرهم. وده عنبر التحقيق، المسجونة بتتنقل فيه بعد 11 يوم الإيراد. هنا تلاقي على كل لون يا باطيستا، إشي قتل، مخدرات، آداب، سرقة، أموال عامة. بتفضل فيه المسجونة لغاية ما يتحكم في قضيتها، ويا إما تطلع براءة وتروح لعيالها وبيتها، أو تتص حكم وتتنقل على عنبرها. بيسيبوا باب العنبر مفتوح كده؟ امال يعني هنحبسهم طول اليوم؟ ده حتى كانوا يكمكموا. تحيه. ازيك يا ست احسان؟ ازيك يا حبيبتي. مش عايزينها تبقى هايبه كده، عايزينها جامده وقويه زي الحاجه الله يرحمها. لا يا حبيبتي ما تخافيش عليها، ركك عليها بس يومين ثلاثه كده تاخد على المكان وهتشوفيها. وبعدين انا مش هسيبها، دي تحت اشرافي 6 أشهر لحد ما تثبت. يلا يا حبيبتي ربنا معاك ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. تعالي يا حبيبتي نكمل اللفه. حلوه. ازيك يا حلوه؟ الدنيا منوره والله. انت اللي منوره والله. منوره يا حبيبه قلبي. الله يرحم والدتك، كان ست يا رب رحمه الله عليها. بص ده عنبر التقديم، يعني حبس انفرادي. اسم الله عليكي، حبس انفرادي. ده عنبر الاموال العامه. هنا بقى تلاقي اللي جايه من اول كمبياله ب 100 جنيه لحد اللي جايه على شيكات بالملايين.
دي بقى الكافيتيريا فيها كافة شيء، فيها سجينات متصنعين بيبيعوا وبيطبخوا، والسجينات المقتدرات بقى اللي بيعزوه بيلاقوه بيشتروا بالبنات اللي بيستلموها على قد الفلوس اللي بتتحط لهم في الأمانات. وهنا بقى بيعملوا وجبات غدا إنما إيه حلوة قوي، يعني للي مش لدد عليها أكل السجن. ولو إن إحنا هنا بنخبز عيش أحلى من اللي بيتخبز بره ألف مرة. أو النبي يلا ودي بقى يا حبيبتي المكتبة للي عايزة تقرأ اللي عايزة تذاكر، وعندنا كمان فصول محو الأمي. أمال إيه؟ المغسل ده بقى فيه بنات متصنعين مغسل بيغسلوا بقى الهدوم والملايات وكل حاجة بيغسلوها. بس انتي ما قلتليش يعني ايه متصنعين. يعني متصنعين يا حبيبتي يعني كأنهم بالظبط بيشتغلوا ويقبضوا، بس الفلوس بتاعتهم بتتحط لهم في الأمانات. في بقى اللي بياخدوها لعيالهم، وفي اللي بيدوها لأهلهم، وفي اللي بياخدوها لنفسهم، كل واحد على حسب يعني. ده عنبر الفرفشة والنعناشة، عنبر الأداة. نبي دمهم خفيف. وعاملين حس للسجن. على فكرة أنا اتعلمت منهم شوية حاجات. مش بس أنا اللي حظي منيل والراجل أبو نورة فلسع بدري. وده بقى عنبر الأمهات. هو في عيال هنا؟ أمال يعني هتسجن وتسيب عيالها برا؟ ده العيل لازم يتربى في حضن أمه سنتين بالتمام والكمال، سنتين الرضاعة زي ما ربنا قال، وفي طامه وفي عماه. ده في كمان اللي بيتولد هنا. البنوتة دي شكلها كبير. ما هي بقى هتروح المؤسسة تستنى أمها لحد ما تخرج. طب بتروح المؤسسة ليه؟ عشان يربوها هناك، هناك في رعاية واهتمام. فاضل لها شهر وياخدوها مني. طب ما ممكن أبوها ياخدها. أنا معرفش أبوها فين. طب أمي مات. طب إيه حد من إخواتي؟ إخواتي اتبروا مني. صعبان عليا قوي، أنا عايزاها تفضل في حضني. حرام ياخدوها مني، لسه صغيرة ومحتاجاني. احنا هنقضيها شحتفة ولا ايه؟ تعالي تعالي تعالي. هو ده ايه ده يا ابو حسين؟ ده بعد عنك وعن السامعين عنبر الاعدام. ده بقى عنبر غير كل العنابر. المحكوم عليها بتقعد في أوضة لوحدها، لا بتخرج تتريض ولا بتشوف شمس ولا نور، وممكن تفضل قاعدة في العنبر ده بالسنة والسنتين لغاية ما يتنفذ فيها حكم الإعدام. حطي نفسك مكاني. لما تخرجي من بيتك ساعة وترجعي تلاقي جوزك راكب على واحدة. عادي لو كان على قد كده، عادي كنت جرست ولميت عليها الناس وخلاص. انما لما بص الاقي تحت الدفرتين اللي انا مضفراهم بايدي قبل ما امشي، الدم ضرب في نافوخي. ما دريتش بنفسي غير ودم مباليني مغرقني، ودماغه دي جايه حتتين قدامي. انا مش ندمانه، ولو رجع الوقت تاني لنسله باسناني، هنسله باسناني. اصل دي ضمانه بنتي، بنتي اللي طلعت بيها من الدنيا، البنت اللي كنت بتمنى اشوفها عروسه متسطره في بيت جوزها، الاقيها تحتيه متكتفه لا حول بها ولا قوه. هتعملي ايه لو كنت مكاني؟ لو كنت مكاني كنت هتعملي ايه؟ كنت هتعملي ايه؟ لا حول الله يا رب، ده انت طلع قلبك رهيف قوي. اكسكيوز مي اكسكيوز مي، انا مش ممكن انام هنا، شوفي لي مكان تاني. I'm totally out of place here. في ايه يا حاجة؟ في حاجة؟ خرجوني من هنا، خرجوني من هنا، ده مش مكاني، مش مكاني. بنتي اهدي بس اهدي. طب طب تعالي نامي شوية، والله العظيم النوم بينسي حاجات كتير. لا لا هم حابسيني انا ليه وسايبينهم هم بره؟ ده مش مكاني، مش مكاني. تعمليش في نفسك كده، تعالي تعالي بس تعالي 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 يا حاجة، تعالي يا حبيبتي.
ريحي بس شوية وما تخافيش، لو قصدي أي حاجة قوليلي. طب أنا ممكن أطلب منك حاجة تجيبيها لي؟ أمريني. أنا عايزة إير فريشنر سبراي بليز. معلش بس أنتي قوليلي ده إيه وبيتجاب منين؟ معطر للجو. إن شاء الله. أنتي ريحي بس، نام 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 ريحي، ما تخافيش. او ماي جاد، ده مليانة حشرات. بصي الهولز، معاكي حاجة تسديها؟ لا ما عنديش. خدي يا سديها بدي. لا سديها انتي. سيبك منها دي، ورور وهتقرفك. من فضلك مش عايزة الفاظ جرحة. جرحة؟ فين يا اختي جرحتك؟ فين؟ فين؟ طب بالراحة. طب عليها بالراحة. خلاص. طب بليز سديها انتي. اوكي يا اختي هسدها. اوكي سديتيها خلاص؟ اه يس سديتها يا اختي. ايه الاشكال اللي بيجيبها لنا دي بس؟ طب ريحي، نامي بقى، نامي خلاص خلاص نامي. ايوه نامي. لا انا مش ممكن انام هنا، مش ممكن. ممكن تجيبي لي ديتول كمان؟ ان شاء الله ان شاء الله. انت نامي بس، نامي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. السلام عليكم. مع السلامة يا ام سامي. الأدب كتير بس أول مرة أشوفهم في حياتي. مناظر إيه بقى؟ استغفر الله العظيم. ولا بتوع المخدرات؟ آه والله أنت لو تشوف لابسين ذهب إيه كده. وفي كمان بتوع أموال عامة، دول بقى ستات كده زي اللي بيطلعوا في التلفزيون، هوانم يعني. مكانهم مش السجن خالص. هو صحيح يا صبري يعني إيه أموال عامة؟ ها؟ كل دول شفتهم أول يوم؟ ولسه. طب تعرف بقى اول واحده اشوفها تطلع تهمتها ايه؟ حذر كده. ايه؟ قتاله. اه والله. والظابط يقول لي ايه؟ عامليها على سلوكياتها، مالكيش دعوه بتهمتها. طب دي عاملها ازاي دي؟ ده دي عدت من جنبي كده بس حسيت ان انا ميته في جلدي. بس في قتاله تانية والله العظيم قطعت قلبي يا صابر. اه والله. صعبت عليا قوي. ما بقتش عارفه اكرههم ولا اتصعب عليهم. حاجة كده غم من المجانين. قتلة؟ بقيتي بتتكلمي بلغتهم خلاص يا غالية؟ خلاص؟ أنا بفكر ما روحش تاني. ليه؟ ما تروحيش تاني ليه؟ لا لازم تروح. حست نفسي مسجونة. يا بنتي ده أنت السجانة، مسجونة إيه؟ سجانة وتحسي إنك مسجونة؟
جديدة دي وربنا جديدة. السجن يا صابر مش سور عالي وباب مقفول عليك. السجن ممكن يكون في هدمة مش عايز تلبسها، ناس مش عايز تشوفها، شغلانة مش حاببها. السجن كسرة وقهر وأنا نفسي أكون حر زي الشلال ده. طب والشقة بقى؟ هنتجوز ازاي من غير شقة يا أسكى أخواتك؟ ولا ما فكرتيش في الموضوع ده؟ على سيرة الجواز صحيح، هيفضل جوزك بقى شغال على المخروبة اللي بره دي؟ لما تثبت في الشغلانة الأول يا صابر، بدل ما نفرتك القرشين اللي معانا وساعتها ما نقدرش نجيب الشقة، ساعتها بقى هنتجوز ازاي يا أسكى أخواتك؟ ايه ده ايه خالية ده؟ احنا مستحمل لسانك الطويل وقلنا ماشي، لكن بتلمي نعمة ربنا في الشلال؟ نعمة ربنا مش انت قلت هتبطل المدعوء ده؟ المدعوء ده كيف يا حمارة؟ كيف مش عارف استغنى عنه؟ افهمي بقى اللي افهمه ان انا شغالة في الداخلية. تعظيم سلام يا داخلية. ايوه، وما ينفعش جوزي يشرب حشيش وانا شغالة في الداخلية. تعظيم سلام يا داخلية تاني مرة دلوقتي. الشغلانة بقت ده مش دي اللي فلقاني بيها من صباحية؟ ربنا وصلتيني وسويتي الليلة يا رب تحرقي. راح فين يا صابر؟ اوعي ما فيش دعوة يا بنت، اوعى تزحلقيني. يلا اقعد يا بنت، اوعى. يلا اقعد. طب استناني. مش مستنيك. استنى يا صابر. طب استنى، اقعدي لوحدك. استنى يالا، استناني يالا. يا صابر استنى. مش مستني يا غور، انا في 60 داهية. يا صابر استنى. يا صابر يا صابر. شفت يا بنت؟ اللي بيجي على صابر ما بيكسبش وربنا. يا بنت هتعملي ايه؟ يا بنت انت حاسبه تتزعلقي يا بنت؟ رش الميه على دواء يا بنت. شفت يا بنت؟ احسن، وربنا فرحان فيكي، وربنا فرحان فيكي. الشغل هو اللي هيهون عليكي. ايوه الشغل. انا عايزك تشد حيلك الفتره اللي جايه، انت اهم واحده عندي في المصنع. ما هو بص بصراحه بقى يا حاج حمدي، انا هسيب الشغل من اول الشهر. لا يا غاليه، انت اجمد من كده، ما تخليش حزنك على والدتك ياثر عليكي اكتر من كده. ما انا اصلي هشتغل مكان امي. ايوه، بس انا مش عايزاك تقلق يا حاج خالص، انا هجيب حد وادربه على الموتيفات قبل ما امشي. طب روحي شوفي شغلك وربنا يسهل. طب بالنسبه يعني لاخر الشهر المرتب، يعني انا عمري كلت حق حد، حقك هتاخديه على داير المليم. المهم فكري في اللي قلتهولك. عن اذنك. شكلك قلتي له على اللي في دماغك. ايوه قلت له. قلت له ليه؟ وانت يا بت انت مش مرسيلك على ام ايه بت دي؟ ما تحسن ملفظك. الله، هو ده بس اللي انت فالحه فيه؟ طولة لسان على ما فيش. طيب يا ست الكونتيسه، ينفع يعني تاخدي كلامنا كده وترميه على باب المصنع يرضي ربنا؟ بقول لك ايه يا خالد، شغل اللوع بتاعك انت وصابر ده مش بتاعي. الراجل حقه يعرف عشان يلحق يدبر اموره، ولا عايزني اسيب الشغل في يوم وليله والراجل يلاقي نفسه في مزنق؟ بس خلاص يا ست، انت هتفتحي لي حوار بس وباستلاء وعدك بقى من صابر يا اختي. اوعى كده. عد صباح الخير. نهاركو ابيض. اه والله العظيم. طب انت مش مصدقه اللي انا بقوله لك؟ ده عيال مجنون والله. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. انت بس خليكي ورايا وانت هتكسبي. اه والله.
سلام عليكم. افتح. صباح الخير يا فاطمه. 25 من يوم. صباح الخير. صباح الخير يا حسن. صباح الفل والسعاده. 1 و2. 45. صباح الفل. ايه ابله احسان انت معايا. حاضر. صباح الخير يا حسن. صباح الفل. 5 و6 يا حسن. صباح الخير. فتشني فتش. صباح الخير. صباح الخير يا تم. يلا 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 انزلي خدي الفرش ده على بره وانشريه. صباح الخير يا ام غاليه. يلا يا حبيبتي الباب اتفتح انت وهي اهو. يلا اتحركي وانت يا ماما. يلا يا حبيبتي يلا انزلي خدي الكلينكس والديتول وخشي نضفي لي الحمام. يلا انت وهي. هي ابله احسن شهريتها فين المره دي؟ في الاداب. انا معاكم من النهارده دايما معانا حبيبتي. يلا يا حبيبتي بسرعه بسرعه. يلا شيلي السجاجيد دي بره. يلا يلا تعالي تعالي شيلي السجاجيد. يلا طلعيها بره. يلا تعالي قوم تعالي. يلا اتحركي غاليه. اعملي كوبايه شاي غاليه. يلا تعالي. ندفع حواجب شعر اي خدمه. زينات خدمه 24 ساعه والنعمه ما هي راجعه. ما بشربهاش والنعمه ولا انا. حاجه عواطف الهي يا رب يبشبش الطوبه اللي تحت نافوخها. عمرها ما كسفت ايدي. طب والله العظيم انت بنت كدابه. امي عمرها ما مسكت سيجاره في ايدها. وبطلي لوكلوك كتير لاحسن اقدرك. اتكع الصبر شويه يا است غاليه. بالهدوه عليا ما تاخدنيش على الحمي كده. الله يرحمها قطعت فيا بالجامد. طب والنعمه دي وعلى عينيا كانت احن عليها من امي اللي زلطتني. مامات محفوظه يا استغاليه. ده لولاها ما كنت عرفت بيت ليله واحده في المخروبه دي. حكمان راح جاي على القناصر. اخرج من هنا الحكومه تشدني من هنا. راحه جايه راحه جايه. كان فيهم يرازوني. بقيت ممصوصه كده من كتر الشحططه. يا بنتي انت عندك كام سنه على راحه جايه دي؟ لا ما الحكومه تملي ما فيش. لو انا ما قلتلكيش انا جايه اداب. استغفر الله العظيم. بالك الاداب دول انضف ناس. او النعمه. لا بنسرق ولا بنقتل ولا بناخد حاجه من حد غصب. طب ده احنا اللي بندي واوقات بالرخيص قوي كمان عشان نعيش. بره السجن جوه السجن هي كلها عايشه. بالك انت السجن ده مش زي ما الناس فاكره. محدش هنا بينهش في حد. كلنا عيله في بعض. الهم واحد والغلب واحد. مع اننا مش منتينا واحده ولا هنكون. هتلاقي اللي فوق واللي تحت الكويس والدوني. بس لازما ولابد نعيش سوا. اقول لك الخلاصه احنا هنا عايشين تحت سقف واحد. ما بيفرقناش عن اللي بره غير القفل اللي بيتسك علينا بعد التمام. كلنا هنا اسره في بعض بنكفي نفسينا بنفسينا. يعني المشهير يكب على الكحول. واللي لسه بصحته ينطع عن الكبير. شايفه البنات اللي هناك دول؟ اسره راندا. بيقولوا لها يا ماما. ودك هما أسرة وفاء. بس ده ما يمنعش ان انت ممكن هنا ولا هنا تلاقي نضرجية تبقى عين السجانة على البنات. وكل سجانة هنا وليها عين. طب والنبطشية؟ لا دي لا مؤاخذة أهم من السجانة. ده المأمور بيختارها بنفسه. واحدة كده تكون واخدة لها مؤبد اللهم احفظنا يزرعها في وسطينا في العنبر بالليل تنقله كل أخبارنا وأخباركم انتوا كمان.
مش هتاخدي سجارة بقى؟ يا بنت ما قلتلك ما بشربهاش. يوه وانا قلتلك تشربيها، ده واجب. والست عواطف كتسيد من يعرف الواجب، كانت تتقبل التحية لاجل الود كده ما يتنوا موصول بناتنا. انت وما الود يتوصل تعرفي تجيبي اخر الواحدة وتركبي كده المؤاخذة وتدلدلي رجليكي، وقبل ده وده يبقى لك عين رشقة جوه العمر، واحدة تكون تحت رجليكي تنقلك اخبار البنات طول الليل وتيجي تكبها في حجرك بالنهار. وانت عارفة غلاوتك عندي وانا خدامك، ده انت غالية وغالية وغالية. طب هاتي سجارة. لو النبي مش بتقولي ما بشربهاش. يوه هي لزقت سن، بقول لك كده. هنبدا نبص على الاكل كده كتير؟ لا مؤاخذة، مين اللي واخد عقلك يا غالي؟ امي الله يرحمها والنبي قطعت بينا. امي كانت بتشرب سجاير. ليه؟ اصل البت زينات قالت لي ان امي عمرها ما كسفتها وادتني سجارة. شوفي يا غالية، السجن يا حبيبتي زيه زي اي شغل، عايز تفتيح نافوخ عشان تعرفي تعيشي، وفي الاخر كل واحد وشطارته. يعني اشغل واحده لحسابي عشان تنقلي اسرار التانيين؟ مفيش حاجه اسمها سر جوه حيطان السجن. المسجونه دي فاده الاهليه، يعني ملهاش اعتبار عند الحكومه، يعني لازم تبقي عارفه هي جت منين ورايحه لفين. الدبانه لو دخلت العنبر لازم تعرفي هي دخلت ليه وعملت ايه ومين اللي خرجها. تعرفي ازاي بقى؟ كل شيخ وله طريقة. القصد اللي بتمشي جنب الحيط المأمور بيجازيها وينزلها تتصنع، أما اللبش بقى فدول تمدي دراعك على طوله وتلف اللجام حوالين رقبيهم عشان تعرفي تشدي وقت اللزوم. ومش هتعرفي تشدي اللجام إلا إذا كنت مولفة على الفرسة كويس. بس لما حبي واحدة على حساب التانيين دي مش يبقى اسمها محسوبية. ضحكتيني يا اختي، اش حال لو ما كنتش انتي متعينه بالمحسوبيه. يا نور عيني، المحسوبيه دي موجوده في مصر من ايام الملك، يعني زيها زي الوقف، لا بيتهد ولا بيتغير. وجوه السجن يا حبيبتي ما يفرقش عن براه، وهي كلها مصر. كلي كلي يا غاليه، كلي يا حبيبتي، ده انتي سايباها سايباها، اعملي لك قرشين ينفعوكي. لا قوليلي، هي الست عزيزة ما اتصلتش عليكي من ليلة العزة؟ كلمتني عشان تنطمن ان المباشر ركب. سيدي يا سيدي، ومباشر كمان، والنبي الست دي فيها الخير وبنت اصول صحيح، مقرئ وفراشة ومباشر وظرف منفوخ قد كده. انت لازم تروحي عشان تتشكريها يا غالية. اروح لها؟ تروحي لها. ما تروحيلهاش ليه؟ اقولك انا هوديكي، هروح ازور تاجرة حشيش. حشيش ولا برسيم؟ هو احنا رايحين نشتري؟ يعني المفروض ان احنا شغالين في الداخليه ومفيش داعي نزور تاجرة مخدرات. طب ايه قولك بقى ان الست عزيزه دي بالداخليه بتاعتك كلها؟ يا بنت اللي ملهوش ظهر يستلف اخر الشهر. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ست عزيزة موجودة؟ ست إحسان؟ أيوة. اتفضلي. السلام
السلام عليكم. اهلا ازيك يا ست حسين. ازيك يا شيخ؟ ازي صحتك؟ اتفضلي.